نور الهدى تساوي تروازيام اني سيونس، عندك برشا دي كاليتي في شخصيتك يا نور، نعرفش واعية بهم ولا ان شاء الله بشوية بشوية توعي بهم. بالحق شخصية كيفاش نوصفها، عبارة على كول يعني تلم العباد حولها، شخصية توفق بينات العباد. هذوما الكل راهم دي كاركتريستيك متاع ليدر كيما يقولوا، متاع انسان باش يكون قائد بالقدرة. تبقى الثقة في النفس يا نور هي حاجة مطلوبة، التركيز كيف كيف حاجة مطلوبة، تعرفي نقاط الضعف متاعك ونعرفك واعية بهم، ونعرف انك تجاهدي عندك قديش من عام باش تحاولي تتجاوزاهم. باهي انسان انه يكون حالم، ما الحلم راهو مش على حساب الواحد الواقع متاعه وحقيقته اللي قدامه. ان شاء الله نتمنى دو فون دو كور نعاود نتقابلوا اون كلاس مره اخرى، خاطر بالحق تلميذه نحب نخالطها ياسر، نحب نسمعها تتكلم متثقفه بالكدا. ربي معاك يا هدى، بون كوراج، وان شاء الله من حسن الى احسن ديما.